عرفت منين حضرتك انها بنتي؟ ساعة الحادثة قالتلنا على اسم حضرتك وانك شغال في امن الدولة. يا ريت تدعي لها بعد اذنك. يا رب. هايدي بنتي مالها يا شيخ؟ انا على فكرة ماليش ذنب والله. انا نزلت السوبر ماركت اجيب حاجات وبعدين طلعت من السوبر ماركت ما لقيتهاش. انا مش ده. وحشتني يا ادم، وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. انت ايه اللي جابك؟ انا اللي جبتها يا ادم. تاني يا نانسي؟ تاني، لاني اتاكدت ان دي انسانه بتحبك بجد، وانا عارفه ومتاكده هي قد ايه وحشاكي. بقى ايه بقى؟ شكلي ولا وحشاه ولا حاجه. يا سلام، ده انا كنت هموت واشوفك يا هبله. بصي انا خايف عليك يا هنا، خايف رجلك تيجي معايا في الموضوع الزفت ده. انا عايزه رجلي تيجي في الموضوع ده، انا عايزه افضل جنبك واخد بالي منك. طب واهلك؟ ما هو ده بقى الموضوع المفروض نتكلم فيه. التحليل ده معناه انك اب لطفل. اب. انا ما بخلفش. الادويه جابت نتيجه يا سيف الحمد لله، والتحليل الجديد للسائل البنوي بتاعك بيقول كده وبيأكد كده. اتعالجت؟ انا قلت لك قبل كده مفيش حاجه بعيده على ربنا. لا حاجه غلط، حاجه مش مظبوطه. مالك يا سيف؟ مش ده اليوم اللي بتتمناه طول عمرك وكان نفسك تبقى اب؟ اب؟ ايوه اب. انا مقدر طبعا انك فاقد توازنك بالفرح. انت دلوقتي لازم تروحي قبل ما الدنيا تليل. مش مروحه يا ادم، انت ليه مش عايز تصدق ان انا هموت نفسي لو مشيت من هنا؟ هنا وحياتي عندك كفايه، انا مش حمل منهده، انا تعبان يا هنا. خلاص يبقى ريح نفسك واتجوزني تاني يا هنا. ادم انا عندي 21 سنه، يعني مسؤوله عن نفسي وممكن اتجوز. بصي يا حبيبتي، ما ينفعش اللي انت بتقوليه، لان انت بكر والبكر بتحتاج معاها ولي. حتى حبيبتي لو ينفع مش دلوقتي. وبعدين يا حبيبتي لو جبنا مأذون هياخد بياناتي عشان الاجراءات، وساعتها يعرفوا انا مين ويبلغوا عني واتمسك. يرضيكي هنا اتمسك؟ مش خايف عليا؟ بعد الشر عليك يا ادم. طب يا حبيبتي يبقى دلوقتي تقوم تروحي. هو انت بتاخدني على قد عقلي يا ادم؟ هو انا عيله صغيره؟ امال اقول لك ايه يا هنا؟ ما انت مش عايزه تفهمي، انا لو عملت كده هبقى في نظر نفسي انسان واطي واناني. ما ينفعش ابوظ لك مستقبلك معايا. يبقى انت ما بتحبنيش وبتتلكك باي حاجه يا ادم. ما تستفزنيش يا هنا، انت اكتر واحده عارفه انا بحبك قد ايه، ما تستعبطيش. خلاص انا موافقه ومستعده اتجوزك واروح معاك في 60 داهيه. برضه ما ينفعش يا هنا، مش انا يا هنا، مش انا اللي هضيع لك مستقبلك. انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل فيا. وفيها ايه يا ادم؟ فيها ايه يا ادم؟ انت يا نانسي اللي بتقولي كده؟ انت بتتكلمي جد يعني؟ مش فاهمه قصدي ايه؟ لا فاهمه. انت اللي مش فاهم. مش فاهم ان الانسان بيعيش مره واحده بس، حلوة وحشة، صعبة سهلة، هي مرة واحدة بس. بني آدم اللي يلاقي الحب بجد وما يمسكش فيه بإيديه وأسنانه يبقى غبي. انت مشكلتك دي ممكن تتحل، ربك قادر يحلها. لو اتحلت بقى وساعتها ما لقيتش هنا جنبك هتبقى مرتاح؟ ولما نظلمها دلوقتي هبقى مرتاح؟ ومين قالك انك هتظلمها معاك يا ابن اختي؟ ده بقولك تفائلوا وتجدوا. مش انت اللي علمتني التفاؤل يا ادم؟ فاكر؟ ويل لمن لا يريد ان يحيا مرفوع الراس في عصر انحنت فيه كل الرؤوس. مش انت اللي علمتني دي؟ مش انت اللي كتبت بايدك لا؟ ادم اتوكل على الله يا ابن اختي وخليها على البركه كده، واكتب عليها عرفي. عرفي؟ طالما في شهود واشهار يبقى حلال بالظبط. وانت ظروفك دلوقتي ما ينفعش انك تكتب فيها شرعي. يعني انتوا شايفين كده؟ ايوه. انا بقى مش شايف كده وكلامي انتهى. والله العظيم اموت نفسي بجد.
اعملي كل اللي انت عايزاه. انا بكلم يا ادم، انا بكلم يا ادم. ليه بتعمل فيا كده؟ ليه؟ أنا كده كنت خارج، كانت كلها مسألة وقت وإجراءات، والحمد لله إن ظهرت براءتي، وهرجع أرفع قضية بالتعويض على الجريدة المعفنة بتاعتك دي. بعد إذنك يا بابا. استني هنا، كلمة بابا دي ما بتنطقيهاش تاني على لسانك، لأن خلاص أنا من النهاردة اتبريت منك، ولولا إن الناس عارفة إنك بنتي أنا كنت رميتك في الشارع رمية الكلاب، لكن للأسف الناس هتاكل وشي لو عملت كده. الحاجة الوحيدة اللي أقدر أسمح لك بيها أوضتك بس اللي تفضلي قاعدة فيها. لكن اكلك شربك مصاريفك انت تتحمليهم يا صحفيه يا ناشطه، ولعلمك الخاص اي شغب هتشتركي فيه تاني انا هسيبهم ياخدوك. انا مش محتاجه مساعده من حد، وعموما القضيه لسه ما خلصتش، كل الحكايه انا خرجت بكفاله، يعني التحقيق لسه مستمر. انت بتتحديني؟ انا بوريك الحقيقه اللي انت مش شايفها، ومن ضمنها اني كبرت وما بقتش محتاجه لك. البنت دي شكلي هموتها. معلش معلش يا منيب، حقك عليا، امسحها فيا انا بقى المره دي. ودي حاجه تتمسح؟ دي حاجه هتفضل في دماغي طول العمر. دي بنتي، بنتي تعمل فيا كده؟ تحبسني؟ انا مبسوطه قوي ان ادم وهنا بقوا مع بعض تاني. اول مره احس اني عرفت اعمل حاجه تفرح ادم بجد. الف مبروك يا ستي وعقبالك. اللي انت قلته ده ايه؟ اللي انا قلته؟ قلت الكلام العادي اللي لازم يتقال لاي واحده صغيره وزي القمر زيك. بس اي واحده مش انا. ومش انت ليه؟ هو مش برضو هنا في قلب ومشاعر واحاسيس، ومن حقك تعيش ويبقى عندك اسره وبيت؟ لا، انا قفلت قلبي على جو خلاص، ما ينفعش احب تاني اصلا. مين بقى اللي قال كده؟ انا بقول لك كده. وانا بقول لك ان انت بتقولي كده لمجرد ان انت قافله الباب. جربي كده تفتحي الباب وشوفي بنفسك طابور العرسان اللي هيكون واقف لك عليه. انا في ايه وانت في ايه بس يا امير؟ يا نانسي، هي الدنيا كده، الحلو اللي فيها بيمر وكمان الوحش اللي فيها بيمر. عموما لو في يوم من الايام فكرتي تفتحي الباب هتلاقيني انا اول واحد واقف لك عليه. ايه يا دكتور؟ خير؟ فات الحمد لله والخطر زال. يا ما انت كريم يا رب.